السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نشرح أحد أجمل وأروع المواقع وأروع الأدوات إن صح التعبير التي تساعدك على معرفة ومراقبة ورصد ترتيبك على نتائج محرك البحث جوجل ومواقع أخرى. هذه الأداة سوف تعطيك فكرة أين تقع كلمات الدلالية التي تستهدف أنت، يعني أي مكانة هذه الكلمات الدلالية. الموقع مجاني، يعطيك تقريبا، يسمح لك بتتبع تقريبا 5 كلمات دلالية، لكن يمكنك الترقية لعضوية بريميوم وسوف تحصل على قدرة على تتبع تقريبا 500 كلمة دلالية فما فوق. هذه هي الواجهة، الموقع اسمه ويلشير، سوف تجد رابط التسجيل في الوصف. قم بتسجيل الموقع وقم بتجربة الموقع. وكما تشاهد معي أنا أقوم هذا الموقع وموقع يعني شخصي فقط مدونة بلوك، ليس بشيء يعني مركز عليه، يعني ليس بشيء رسمي. استهدف جوجل كندي وجوجل أمريكي. دعونا نبدأ مثلا على الكندي. قل الواجهة تكون على الشكل هنا، يعطيك مثلا فكرة حول قيمة الزيارات، يعني مثلا عندك 1000 زيارة، كل زيارة مثلا مفروض أنه تدفع عليها مثلا سنت لكل زيارة. سوف يعطيك هنا تكلفة الزيارات، هنا يعطيك كم كلمة دلالية أنت تقوم بمراقبتها. أنا أستخدم وأراقب تقريبا 86 كلمة دلالية حاليا إلى حدود الساعة، 17 كلمة دلالية لديها ترتيب نوعا ما جيد، لكن الباقي ترتيبه ضعيف جدا بحكم أن الموقع تقريبا عمره 3 أشهر. تقريبا 8 صفحات يعني ترتيبه جيد، وفي هنا يعطينا تقريبا معدل ترتيبي أنا في على محركة البحث. مثلا أنا إذا قمت بمراقبة كلمة دلالية مكانتي يس تقريبا 89، يعني الصفحة 8. هنا هذا لا يعني أنه ليس هناك، لا أتواجه بالصفحة الأولى، نعم أتواجه بالصفحة الأولى، لكن أغلبية الكلمات الدلالية يعني تتواجد بهذا المعدلين تقريبا 89. هنا وهنا يعطيك تقريبا تغيير، يعني إذا كسبت ترتيب جيد سوف يكون بالأخضر، وإذا فقدت ترتيب سوف يصير بالأحمر هنا. وهنا سوف يعطيك مجموعة من الأفكار، يعني بعض الأحيان هناك بعض الخصائص على محرك البحث جوجل مثلا، يعني مثلا FAQs، مثلا إذا قلت مثلا كيف ما هي مناسك الحج، سوف تجد إذا كان عندك مقال يتكلم عن مناسك الحج مثلا، الخطوات الأمور كلها علاقة بالحج، سوف تجد المعلومات التي قمت بكتابتها في محركة البحث، يعني مثلا كلها مقتبسة من موقعك دون حاجة الذهاب إلى موقعك. مجموعة من الأمور سوف تجدها هنا إذا كان لديك ترتيب جيد وجوجل يستخدم محتوى موقعك. هنا يمكنك إنشاء مثلا يعني جروب، مجموعة، وهنا الروابط التي أنا أحصل على زيارات منها تقريبا. وهذه هي الكلمات الدلالية التي أنا لدي ترتيب جيد وقوي تقريبا، وهناك كم مهم من الزيارات يدخل عن طريق. أعطيكم أنا مثال، هذه الكلمة الدلالية فانكوفر ديجيتال ماركتينج بلوج، ترتيبي أنا تقريبا 15، يعني الصفحة الثانية تقريبا. سوف نقوم بتجربة ذلك، نقوم على هذا الشكل، نقوم بنسخ الكلمة الدلالية، نذهب إلى جوجل ونكتب الكلمة الدلالية ونبحث. هذه الصفحة الأولى تقريبا، غالبا يكون 10 صفحات، 10 نتائج في الصفحة الأولى. الصفحة الثانية ونبحث، هذه الصفحة، هذا هو ترتيبي موقعي، يعني أنا أتواجد في الصفحة الثانية تقريبا 15. ننقر هنا وسوف يحيلنا إلى الموقع الخاص بي أنا. كما تشاهدون معي هذا سوف يعطيك فكرة لماذا يجب عليك معرفة ترتيب موقعك، ترتيب نتائج البحث، ترتيب موقعك نتائج البحث، لأنه سوف يعطيك فكرة. مثلا أنا أعلم أنه لدي أن ترتيبي هو 15، يعني الصفحة الثانية. كل ما سأقوم به سوف أحصل على المزيد من الباك لينك، سوف أحاول تحسين السيو الداخلي والسيو الخارجي لهذه الكلمة الدلالية، سوف أحاول كتابة مقالات كثيرة إلى ما غير ذلك، وسوف أنتقل إلى الصفحة الثانية، الصفحة الأولى والنتائج الأولى، لما لا. كما تشاهد معي هذه الكلمة الدلالية ننسخها هنا ونذهب إلى جوجل ونقوم بكتابتها هنا ونعود إلى، يقول لك يا سيدي أنا أتواجد في الصفحة الأولى تقريبا، الترتيب رقم 9. أوكي نذهب الصفحة الأولى، هي دي 2 3 4 5 6 7 8 9، أو 8، أنا ترتيبي هو 8 ما شاء الله. شوفها، في عندنا 1 تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نعم ترتيب 9. كما تشاهد معي هذا المقال ترتيبي أنا هو رقم 9،
والموقع تقريبا 3 أشهر. أعتمد على استراتيجية بسيطة جدا، إذا كان لديك اهتمام سوف أشارك إن شاء الله معك في الحلقات المقبلة. كل ما عليك أن تنقل على سبسكرايب. هذا كان شرح بسيط للموقع، أدعوك أنك تسجل في الموقع. الموقع مجاني لكن هناك خاصية أخرى أن يمكنك دفع المال لكي تستفيد من جميع الخصائص. أنا فقط أستخدم المجاني وانتقلت للعضوية البريميوم فقط لكي أكتشف الموقع. سجل في الموقع وشارك معنا تجربتك مع الواجهة، وسوف أشرح المزيد من الشروحات إن شاء الله في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في فيديو مقبل.